حاجة غريبة جدا جدا جدا. احنا شايفين ان مصر ماشية في اتجاه الخصخصة. شركة قطاع اعمال هنا تقول لك دي بتخسر فاخصخصها، ابيعها اجيب مستثمرين ياخدوها ويشيلوا همها عني. شركة هنا عريقة وكبيرة وشوية دعم وشوية انتباه ليها وفيها الاف العمال زي مثلا الحديد والصلب، لا خلاص دي شركة بتخسر وقلعة صناعية كبيرة هنبيعها وهنديها للمستثمرين. فمتعارف ان احنا بنتخلص من الشركات اللي هنقول بتخسر او مش عارفين نديرها بشكل كويس. لكن مستغربة جدا ان الدولة تبيع شركة من 15 سنة، من 15 سنة تروح تعمل خصخصة لشركة وتيجي النهارده تقول لك عايزين نرجعها تاني. انا بتكلم على شركة طنطا للكتان. شركة طنطا للكتان تم بيعها من 15 سنة. الخبر الغريب العجيب ان شركة طنطا هترجع تاني للحكومة وتتحول لشركة من شركات القطاع العام، وان بالفعل في اتفاق تم. مين المستثمر اللي كان شاريها؟ واحد سعودي، تمام؟ عشان بس مهم ان انتوا تبقوا عارفين. مستثمر سعودي في 2005 كان اشترى الشركة دي ب 83 مليون جنيه. اتفقوا بقى معاه دلوقتي ان هم ياخدوها تاني اللي بعناها ب 83 مليون جنيه، ناخدها تاني بتسوية 340 مليون جنيه عشان الراجل يسيب الشركة كده ويطلع. فأنا مش عارفة الحقيقة هو الراجل ده عمل مجهود جبار في الشركة فيتحول راس مالها وقيمتها في السوق في 15 سنة لكام في المية؟ ل 350% ولا 400%؟ نطت ل 400% من 83 ل 340؟ الحقيقة هي قصة معقدة. قصة طنطا للكتان دي قصة معقدة وواحدة من أشهر قصص فساد الخصخصة اللي حصلت في مصر. والنهاردة أهو وبعد أكتر من 7 سنين من حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا اللي صدر في 2013، الحكومة قدرت إنها ترجع المصنع ده أو الشركة دي ليها، اللي هي الحقيقة حق من حقوق الشعب. طيب إيه هي القصة؟ اتباعت ليه؟ الحكومة رجعت اشترتها ليه دلوقتي؟ بالطق أربعة. مشكلات الخصخصة عموما في مصر اللي فاتت واللي جاية واللي لسه بتحصل دي هتكون أسئلة هنحاول إننا نجاوب عليها في حلقة النهاردة. لأن اوعوا تفتكروا إن موضوع الخصخصة وإن شركات القطاع العام ده حاجة بعيدة عننا، خالص خالص. شركات قطاع أعمال يعني عمال وموظفين وإداريين وآلاف على عهدة الدولة، فجأة بيلاقوا نفسهم قعدوا، فجأة بيلاقوا نفسهم بره، وساعات كمان الدولة بتحرمهم من مستحقاتهم اللي ليهم. خلونا في البداية ونمشي معاكم خطوة خطوة، هنشوف التقرير اللي جاي ده عشان نفهم منه الحكاية من أولها. إيه هي قصة طنطا للكتان؟ تستعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإعادة هيكلة شركة طنطا للكتان العائدة للدولة، والتي ظلت رهن نزاع طويل بعد خصخصتها قبل أكثر من 15 عاماً. بدأت قصة طنطا للكتان حين صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وهو العقد المؤرخ في فبراير 2005. بعد ثورة يناير ظهرت دعوات بإعادة النظر في الشركات التي تمت خصخصتها وضرورة إعادتها للدولة. تمكنت الحكومة من إعادة عدد من الشركات، وفي سبتمبر 2011 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء البيع وما يترتب على ذلك من آثار، وكذلك تأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في سبتمبر 2013. منذ الحكم الإداري كانت الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في نزاع مع عائلة المستثمر الذي اشترى الشركة وقت الخصخصة، وهم ورثة عبد الإله صالح كعكي وشركة النوبارية لإنتاج البذور وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية. تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام من التوصل لاتفاق تسوية مع المستثمر، ووافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على مشروع اتفاق تسوية المنازعات بسداد مبلغ التسوية مقابل أن يتنازل المستثمر عن كامل حصته لصالح الشركة القابضة. تشير البيانات المتاحة عن الشركة وفقا لموقعها الرسمي أنها تأسست عام 54 وبدأت الشركة ب 76 عاملا، وقد تشكل أول مجلس إدارة للشركة من روبر خوري، إيميل فاركوح،
كلود ميشاقة، إدوارد ناصر، مراد فركوح، ويليام ستيفنسون. نشأت الشركة باندماج ثلاثة مصانع للكتان، الأول مصنع فركوح للكتان بمئة حبيش البخارية، والثاني مصنع إنتاج دوبارة وحبال الكتان، والثالث والأكبر مصنع روبير خوري وشركاه لإنتاج الكتان ومشتقاته، وكان يشغل مساحة 35 فدانا بموقع الشركة الحالي بمئة حبيش البحرية. عملت الشركة في زراعة وتصنيع وتصدير الكتان ومشتقاته حتى تم تأميمها بعد ثورة يوليو 52 وأصبحت مملوكة بالكامل للحكومة. في عام 1962 افتتحت الشركة مصنع الخشب الحبيبي، وكان الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط بقدرة إنتاجية 30 طن في اليوم من ألواح الخشب الحبيبي. في عام 1981 تم افتتاح مصنع لإنتاج الخشب الحبيبي الملصق بالميلامين، وفي بداية التسعينات تم افتتاح مصانع لإنتاج الخشب الحبيبي الرفيع والغراء والكونتر. بلغت مساحة الشركة قبل خصخصتها نحو 73 فدانا تقريبا، إلى أن انتقلت ملكيتها إلى رجل الأعمال بعد قرار الخصخصة، حتى صدر حكم بعودتها للدولة في عام 2013، والذي ظل معلقا حتى اتفاق التسوية المعلن في أغسطس الجاري. احنا بنتكلم عن شركة مصرية اتأسست سنة 1954 في عهد جمال عبد الناصر في طريق طنطا زفتة في 2005، في إطار بقى ان احنا داخلين في مرحلة جديدة في الخصخصة، والحكومة كانت بدأت تتوسع فيها بشكل كبير. في التسعينات بدأ الكلام عن بيع الشركة دي، وكان السعر زي ما قلت لكم 83 مليون جنيه لمستثمر سعودي اسمه عبد الله الكعكي. شركة ساعتها كان آخر تقييم ليها قبل 10 سنين من تاريخ البيع 211 مليون، والتقييم ده كان سنة 95. وتقيم الشركة ده كان عشان عندها أصول كتيرة زي الأرض اللي عليها الشركة دي لوحدها كانت كبيرة جدا، يمكن 72 فدان. ده غير كمان أن الشركة عندها وديعة لوحدها كده ب 19 مليون جنيه في واحد من البنوك. قبل بيع الشركة في 2005، الشركة دي كان عندها 10 مصانع مختلفة، مصنع للخشب السميك، الخشب الرفيع، الكتان، دوبارة رفيعة، دوبارة سميكة، زيوت، منتجات أساس منزلي، ميلامين، يوريا، حاجات اللي هي المشتقات اللي طالعة من الكتان وغيره. كل المصانع دي توقفت بعد ما تمت الصفقة وتم البيع، لأن المستثمر اللي أخدها ما كانش واخدها للتطوير خالص. وطبعا القضية راحت للمحكمة من 2010، وتقريبا يعني ما فضلش شغال غير مصنعين بس، وردية واحدة كمان. وقال عدد العمال اللي كان تقريبا 2000 عامل في 2005 وصلوا ل 500 عامل حاليا، يعني صرح 1500 عامل. العمال هم اللي صرخوا وقالوا ان كل الجهد اللي بيحصل عشان العقد ده يتم فسخه والعمال يرجعوا اشغالهم، ده جهد العمال نفسهم. الحكومة ما ساعدتهمش في حاجة ولا بتقدم لهم حتى أي مساعدة. هما ما بذلوش أي مجهود، المجهود اللي اتبذل من جانب العمال، ورجعت الشركة والمفروض إن العمال ترجع بموجب الحكم القضائي. 6 سنين في المحكمة رفعوا أقواض يقولوا إحنا مش فاهمين من هم العاملين اللي يعودوا للعمل، عايزين تفسير من المحكمة، ويودوها الفتوى والتشريع، وترجع من الفتوى والتشريع يقول ان المحكمه اللي اصدرت الحكم هي المنوط بها تفسير ما جاء بين الغموض، وترفض المحكمه تفسيرها بان العاملين المقصود العوده لهم كل من كان على راس العمل في اليوم السابق لتوقيع العقد المقضي بطلانه ولم يعد امامه المفر ولم ينفذه. عشان ما نتوهش في تفاصيل الحقيقه، تفاصيل الأرقام، وليه الحكومة عملت كده وليه النهاردة بتعمل كده. طبعا هي عملت كده بضغط من العمال اللي حبوا ان هم ينهوا الصفقة دي، وان شركة طنطا للكتان ترجع مرة تانية احدى شركات القطاع العام.